نتكلموا علاش انا جبت الموضوع هذا الان. الموضوع هذا الان لان جيت صالح في 2012 يقول انه الارهاب مفتعل وانتم تخلقوا. معناتها هو انه هذا الناس اللي راهم يشتغلوا في مؤسسات الدوله واللي مكلفين بمهمه هما يديروا الملفات وهم خرجوه لبرا، يقدروا هما يجيبوا واحد ويورطوه وكذا ومن بعد يصوروه في اوضاع وكذا ومن بعد هو ينشر لما انت يسمعوا، لانه راهم كاينين الناس اللي راهم يكتبوا في التقريرات وراهم يكتبوا في المناشير قال راه فلان راه يتكلم وراه عنده واسمه راهم بعثوه وكذا، قال يلا تسمى من نوع من انواع نتاع الابتزاز مثل ما كنت نقول لكم انا. هاي وازي تكمل فيه. اوكي 2015 تهمينا من قسم ديارس اللي كانت تخلق الارهاب، هاي اوكي جماعه ديارس بولحيا وسموه وحسن جنرال حسن اللي كانوا يدعموا في الارهاب وكانوا يخرجوا في الارهاب وكانوا يكونوا في الارهابيين وكذا كذا، تهنينا منهم نحينا قسم ديارس راحت. ايوه هي دوك الارهاب نرجع انا في 2020 نرجع الارهاب هم في 2020 نرجع سي قايد صالح اللي تقولنا باللي فلول الارهاب ونحن راكم تسمعوا في 2020 القايد صالح وقتها مات، هذا على بالو واش راه يهضر؟ هذا اللي راه يتهم في الناس بالمرض وبالهبال يهضر في 2020 وراكم تشوفوا الحراك. القايد صالح وقتها توفى مات في 2019 وحارب الارهاب وكل يوم بيانات تاع قياده الاركان ومصالح الامن، فككنا عصابه وفككنا واكتشفنا كلاشينكوف في عين قزام واكتشفنا ثلاث كلاشينكوفات في يسموها في برج بيجي المختار واكتشفنا اثنين ار بي جي في عين رنات ومش عارف شكون واكتشفنا يعني عين رنات. يا سطيفية يا خلاك تقول القايد صالح في 2012 أنه الإرهاب مفتعل من قبل جهاز مخابرات. أوكي نتفقوا إيه إرهاب دارته جهاز مخابرات وهنا تهمينا من قسم المخابرات هذه وتهمينا مع عزل الإرهاب. مين راكم تشوفوا الإرهاب دركا؟ مين راكم تخوفوا في الشعب كل يوم يخرجنا إرهاب؟ اليوم إبارة اخترعت عقاز حطرتك في سبدو وغدوة اليوم رانا 5 ديسمبر غدوة 5 ديسمبر يوم رانا الخميس غدوة إن شاء الله الجمعة تسمعوا باللي أو السبت سمعوا باللي اكتشاف شبكة إرهابية في كاش منطقة وتفكيك عصابة وإلقاء القبض على مجموعة مسلحة بزاف. هذا اللعب كامل وناسيين أنه هذه الأخبار اللي راكم تقولوا فيها يا جماعة القايد صالح تصب في مصلحة ماكرون فرنسا وفي مصلحة حلف الناتو اللي يقول باليوم الجيش الجزائري يعترف بلي مازال كاين إرهاب، يعترف لهم كل مره يلقوا كلاشينكوف في الصحراء، اذا تدخل حلف الناتو لمحاربه الارهاب بات ضروري. ايوه صافي انت يلي راك بعقلك صافي انت راك ضد ما قلت باللي راهو كاين الارهاب، وعلاش راك مازال كنت تتهموا في الناس بالارهاب مادام راك تقول باللي ماكرون والحلف الاطلسي وكذا راهم رايحين يلقوا حجه، علاش راكم مازالكم الى تاريخ اليوم تتهموا في الناس بالإرهاب ومصنفينهم بالإرهاب؟ ولعلها حركة رشاد اللي راك تظن نهار كامل وانت تشطر في مصطلح نتاع الإرهاب خير دليل على ما نقول. شكون هو اللي مختل عقلين؟ شكون هو الكذاب؟ شكون هو اللي عنده سبع وجوه؟ راكم تعرفوه شكون هو. هيا زيدوا ترى لهنا سمعوا وش يقول، سمعوا مليح هذا التسجيل خطير خطير جدا سمعوه. عنده سنوات انا عندي الملف هذا عندي عنده سنوات يا اخي البارطاج ديكرو راه يمشي هكذا اسمعوه سنوات من 2017 تقريبا لكن ما تكلمتش عليه ما حبيتش نتكلم عليه لكن الان معليش نعاود نذكر اسمعوا مليح. انا قلت لكم انه ارشيف سكورات وارشيف مصلحه السكا وارشيف الهولوكوست راهو عندي سمعتوا بما فيه ملف تيغنتوري هذه الملفات كلها عندي بالصوت والصوره فيديوهات ووثائق وادله كل شيء. انا عندي الملف هذا عندي عنده سمعتوه راه عنده الارشيف تاع المخابرات راه عنده بلسانه. هذه دوله هذا جهاز نتاع مخابرات ولا مافيا
دولة هذول اللي راهم قال لك باللي راهم قال لك راهم يشوهوا في الناس، ها يشوهوا في الناس ويشوهوا في الدولة بلسانه. هذا إعلامي، هذا صحفي، عنده ملفات نتاع أرشيف، أرشيف تاع جهاز تاع المخابرات، راهو برا راهو عنده بلسانه. سمعتوه؟ والله راهو يأكل في حوايجه، ما على بالوش واش راه يهضر.